ونروح بقى نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين. النهارده مراسلتنا سالا حامد هتكون معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الهنا وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا زي ما انت قلت يا نهاوندو يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خليني البدايه تبقى مع يعني طبعا الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولير المدير الفني طبعا لفريق النادي الاهلي. وامبارح يعني خليني ابارك لكل جماهير النادي الاهلي على الفوز امبارح على نادي اسوان بثلاث اهداف مقابل لا شيء، فوز مهم في توقيت يعني طبعا اهم يا كريم ونهاوند، يمكن ده طبعا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي يمكن بالاخص من بعد يعني طبعا كاس العالم ومباراه الهلال السوداني. يمكن طبعا الفوز على نادي اسوان ده شيء مهم جدا، هيدي دفعه معنويه طبعا لجميع لاعبي النادي الاهلي خلال استعداداتهم الفتره القادمه ان شاء الله ولمباراه السان داونز اللي هتكون يوم السبت المقبل، وهتكون تاني الجولات في مرحله دور المجموعات بالنسبه طبعا لفريق النادي الاهلي، واللي هتقام على استاد ملعب الاهلي والسلام في تمام الساعه 9 مساء. يمكن خليني اقول لكم ان النهارده الفريق ان شاء الله هيكون في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره هيرجع للتدريبات الجماعيه الساعه 10 الصبح التمرين، وهيرجعوا يتمرنوا تاني على ملعب مختار التتش بعد ما يعني انتهوا اداره النادي الاهلي من تجهيزات ويعني تطوير ارضيه ملعب مختار التتش، فهيرجعوا تاني لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله ويتمرنوا على ملعب مختار التتش بكره الساعه 10 الصبح استعدادا لمباراه سان داونز. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وفريق الماسترز او فريق الكره الطايره تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. امبارح يعني فازوا طبعا في تاني جولاتهم في بطوله العربيه ومرحله دور المجموعات بنتيجه 3-0 على نادي بنياس الاماراتي، والنهارده ان شاء الله عندهم ثالث المباريات في مرحله دور المجموعات امام نادي خيبل اليمني، وان ان شاء الله المباراه هتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله 2 في استاد القاهره، وبكره هتكون راحه يعني اليوم هيكون راحه بالنسبه لجميع الفرق المشاركه يا كريم ونهاوند في البطوله. ويوم الجمعه ان شاء الله نادي الاهلي عنده مباراه مع السايب العماني، ويوم السبت مع نادي الوكره القطري، وبعد كده من يوم الاحد ان شاء الله هتبتدي مرحله الدور الثمانيه بالنسبه لجميع الفرق اللي ان شاء الله تتاهل من مرحله دور المجموعات، واللي هيكونوا 8 فرق ان شاء الله، 4 من المجموعه الاولى و4 من المجموعه الثانيه. كمان يعني فتيات الذهب او سيدات الكره الطايره النهارده ان شاء الله هيوصل التدريبات بشكل طبيعي على صالة الشهداء داخل مقر النادي، ويوم الجمعة هيكون عندهم مباراة سبورتينج في تمام الساعة 4 عصرا، وده هيقام يعني على صالة 4 في استاد القاهرة، وهتكون الجولة القبل الأخيرة في المرحلة القبل النهائي من بطولة الدوري لكرة الطايرة سيدات. كمان كرة السلة رجال بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي داخل مقر النادي، كل يوم عندهم تمرين، ويمكن طبعا التمرين بيكون لبقية اللاعبين اللي ما استدعوهمش او ما كانوش متواجدين مع منتخبنا الوطني. طبعا منتخبنا الوطني يمكن يعني خليني افكر السادة المشاهدين ان هو استدعى 7 لاعبين من فريق النادي الاهلي، منهم ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، عمر عزب، وسيف سمير، وكمان احمد اسماعيل، ولاعب النادي الاهلي الشاب كريم حاتم. طبعا جميع اللاعبين دول متواجدين حاليا مع منتخبنا الوطني المشاركه في المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم لكره السله، واللي هتقام ان شاء الله على صاله الاتحاد السكندري في مدينه الاسكندريه، ويعني خلاص 3 ايام ان شاء الله، واول مباراه لمنتخبنا الوطني هتكون يوم الجمعه، وبعد 3 مباريات دي والمفترض ان شاء الله منتخبنا يعني يفوز منهم مباراتين بس من ال3 مباريات عشان يضمن التاهل لكاس العالم، هيرجعوا بعد كده لاعبي النادي الاهلي ويشاركوا في التدريبات الجماعيه استعدادا لعوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري. وكمان نفس الحكايه او نفس الكلام يعني بالنسبه لفريق كره اليد السيدات، حاليا هم في توقف دولي وراحه من المباريات في بطوله الدوري، و ده هيكون لحد يعني منتصف او اول شهر مارس القادم ان شاء الله. يمكن بعد 8 جولات نادي الاهلي حاليا متصدر يا كريم ونهاوند يعني جدول الترتيب بالنسبه لسيدات كره اليد برصيد 23 نقطه بدون خساره وتعادل واحد فقط طوال يعني مصيرهم في بطوله الدوري، فان شاء الله فاضل بس 6 جولات على بطوله الدوري، وبعد كده هيصعد 4 فرق من جميع الفرق لدوره مجمعه ان شاء الله عشان نفسه على بطوله او لقب بطوله الدوري، ده كله هيكون بدايه مع يوم 6 من شهر مارس القادم. كده يا كريم ونهاوند يعني كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو.
لا تغطية أكيد رائعة كالعادة. ومش هسألك بقى عن الأجواء في النادي، لأن أنت واخدة زاوية، يعني إحنا شايفين كمان الأجواء وراكي في النادي، واضح إن في كمان يعني تواجد أو توافد من الأعضاء حتى في الساعات الأولى أو الباكرة النهاردة. أشكرك جدا جدا على هذه التغطية كالعادة، متألقة يا سالة، شكرا ليك.